طيب خلينا نبتدي حلقتنا النهارده ونروح نشوف اهم العناوين. الخطيب يعود من المانيا الاحد المقبل بعد رحله علاج. الاهلي واصل استعداد لمواجهه بتروجيت. صلاح محسن يغيب عن الفريق 5 اسابيع. جاهز لقياده الهجوم في مباراه السبت المقبل. العمري فاروق يحضر تدريبات الفريق قبل السفر للسويس. برنامج خاص لتأهيل صالح جمعة. المنتخب الوطني يتقدم مركزين في تصنيف فيفا.